شهدت قاعة فندق تبسي بنغازي مراسم توقيع عقد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الأسباني خافير كلامنتين بحضور رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي وحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية. وأقام المدرب الجديد القديم مؤتمرا صحفيا أجاب خلاله على كافة الأسئلة الإعلاميين والصحفيين المتعلقة بتجربته الجديدة مع المنتخب الليبي والذي يعود إليه بعد غياب دام 5 سنوات والتي سيستهلها بقيادة منتخبنا ضمن تصفية كأس العرب بالدوحة أمام المنتخب السوداني، بينما سيكون الاختبار والتحدي الأكبر والإشراف على المنتخب الوطني ضمن تصفيات كأس العالم التي ستنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل، كما تحدث عن تجربته السابقة مع المنتخب الليبي والتي استغرقت قرابة 3 سنوات وقاده على 3 وجهات وهي تصفيات الكان والمونديال ونهائيات الشان التي توج بها خلال بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي أقيمت بملعب جنوب إفريقيا عام 2014 لأول مرة في تاريخه.